تابع للمساجد مكتبة تازة والمكتبات الموجودة في مراكش كلها مكتبات وقفية. الكتب التي كانت إلى الآن بعض الكتب الموجودة في خزانة القانون هي الحجزات من بعض الأغنياء من بعض الأمراء من بعض العلماء هي كلها تحجزات. بمعنى أننا لا نستغل ولا نسأل لماذا يمكن أن نوظف الدين في هذا. هذا كان الشيخ من لم يعرف هذا فإنه لا يعرف تاريخ أمته بمعنى أنه محتاج. لذلك أقول إن بإمكاننا حينما نفهم الإنسان أن هذه بناء المسجد لا يجوز لا يمكن أن يستمر أي دخول المسجد لا يبقى دائما على بنائه لابد أن ينتقل فليبني الإنسان مؤسسة خيرية. الآن نذكر أن مؤسسة خيرية كهذه المؤسسة التي بنيت والتي افتتحها جلالة الملك سلمان في هذه السنة نعتبرها واحدة من أحسن المؤسسات الخيرية في المغرب. نعتبر أن هذه المؤسسات التي بنيت لاستشفاء مركز إيواء مرض السرطان كان الناس يقول لا يزال الآن مرض السرطان في كثير من المدن الكبرى لا يجدون مأوى في بعض الحالات يبنون الشارع يبيتون الشارع في وجد مركز من أحسن المراكز وأجملها بني كذلك بفعل هؤلاء الذين بنوا المساجد ثم انتقلوا الآن إلى بناء المؤسسات الصحية وفي وجد الآن أكثر من 9 مستوصفات وبعض المرافق من هذا القبيل هي نتيجة انتقال بناء المسجد إلى بناء هذا بمعنى أن هذه إمكانية كبيرة للمساهمة في تطوير هذه المدينة. في المستقبل إن شاء الله ستزداد هذه المدينة إن شاء الله بمؤسسات جديدة وتتكون على بعض المؤسسات المساجدون بشكل جميل ومن أهمها مسجد محمد السادس الذي يبنى قرب المحطة الطرقية وهو سيكون مسجد بالتأكيد جميلا لأن الذي خططه هو واحد من كبار رجال الهندسة في المغرب وضعوا تصميم مجلس المستشارين ومنظمة سيسكو ووزارة الخارجية واحد من أمهر المهندسين وقد وضع له تصميمه الآن في طور الإنجاز وإلى جانبه سوف تستفيد هذه المدينة إن شاء الله من معلمة أخرى هي مكتبة كبيرة جدا بجوار المسجد وهي تشبه المكتبة التي افتتحها جلالة الملك قرب في مكناس وكان قد اقترح يومها أن تبنى مكتبات وقد أمر أن تبنى مكتبات في جهات المغرب وقد حظيت الجهة الشرقية بأن يكون فيها مكتبة كبرى إن شاء الله ستكون هي أيضا إضافة وضميمة ومثابة للمثقفين والعلماء والمفتين. على كل حال وهدت أن أعطي هذه اللمحات من هذا التوجه الديني الذي لا يقتصر على ما هو من قبيل عبادة الصلاة وهذه الأشياء يجب أن يكون البدء منها ولكن لابد أن ينطلق المرء من هذا المستوى إلى المستوى. هذه طبعا تصورات انتهينا فيها إلى هذه نسأل الله تعالى في المستقبل أن تستمر هذه المسيرة وأن تتقوى إن شاء الله وأن يكون لهذا الإحساس ولهذا الانتماء إلى الإسلام أثره في بناء المجتمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.